صوتك يا ولد. انا ده اللي مطلوب مني. نريد حقوقنا، هاي الناس جايه تريد حقها، لا تاخذ من عندكم ولا تعطينا من عمل جيوبكم، نريد حقنا قاعدين وظاهرتنا سلميه، وظاهرتنا سلميه، احنا مطالبين يا رئيس الوزراء نقول لك ما تنفذنا، هاي قاعده تهنانا، احنا مطالبين بالخطر الاصل، نريد حقنا، الباب مفتوح، الباب مفتوح يا بداتي سلمي. احنا ركن اساسي بوزارة الصحة، ونريد حقنا، طالب حقوقنا، طالب حقوقنا. ليش انا ناخذ 100% والبقية ياخذ 100% و200%؟ انتوا شباب يعني معقول؟ اذا رئيس الوزراء اضراب عن العمل، يريد اذا هي وزارة الصحة ومعترفين بها اكثر من واحد، بين هي خاصة لوزارة اطباء فقط، واكثر من طبيب قال وزارة الصحة فقط للاطباء، لا يوجد اداري بها. احنا مضروبين عن العمل، احنا نطالب الحكومة ونطالب الناس ينقلون الدواء، ينقلون غير وزارة. يا الله عليكم، كل شيء انا تقولون خل هم يعملون مكاننا، هم يجون يشيلون الصحه مكاننا. تمام. ويني ما ياخذ؟ ظاهره سلميه الان، يقبل الوزير ولا يقبل دكتور صباح الحسيني رجل قبل كل الاحترام، نعم، بس مقابلها ما يساهم بالحل، احنا طالبينه مقابلة الوزير حصرا، انسحبنا وهسه متوقفين. بارك الله فيك، على ما تكون عندكم علم، ما احنا وصلنا لهالشيء. شكرا لجهودكم. هاي انت الوزير رفض، بس احنا مو رفض، ما رفض استاذ، ما رفض. عنده مؤتمر هسه داخل الوزاره، نعم، اعتذر عن مقابلتنا، حال امرنا بس احنا اهم، احنا جايين بالشمس واقفين، نعم. حال امرنا المن السيد مدير عام دائرة الماليه والقانونيه بوزاره، نعم، الصحه، نعم، احنا متقاصد بجنابه. دكتور صباح، بارك الله بيك، شخص بكل كل الاحترام، بارك شخص يعني بكل كل الاحترام، بس شنو هو امرنا؟ مو يم السيد، ما عندنا شغل وياه، ما عندنا شغل وياه الوزير حصرا، نعم. السيد الوكيل هم نعتذر، السيد المدير العام هم نعتذر عنده حصرا، مطالبنا بيد الوزير. بارك الله فيكم، معلوم بارك. احنا صامدين استاذ، احنا صامدين، حولونا استاذ، حولونا الى السيد معاون المدير العام الدارية والمالية والقانونية الدكتور صباح الحسيني، انسحبنا، نعم، ما دخلنا. بارك الله فيك، هذا على ما يصيركم معلوم، بس احنا بارك الله فيك، حدد التواجد يا يوم، حدد من أمام وزارة الصحة خرجت الملاكات الطبية بمظاهرة للمطالبة بحقوقهم الشرعية، وهي رفع التسكين وزيادة المخصصات واحتساب الأمر مال ترقية من تاريخ الاستحقاق وليس من تاريخ صدور الأمر، وحيث أن وقفنا لمدة ساعتين ولم يخرج أي مسؤول للوزارة بتلبية طلبات المتظاهرين، ولا نعرف هل هي الداريين لا يحتاجونهم في الوزارة، علما أنها العمود الفقري في وزارة الصحة. طيب ما هو الحل إذا لم تسمع لكم مطالبكم؟ ستستمر هذه التظاهرات أمام وزارة الصحة لحين تنفيذ المطالب الإدارية. من يقف وراء استهداف الموظفين أو تجريدهم من حقوقهم؟ الفاسدين في السياسة العراقية، السياسيين العراقيين. جزاء.
تفضل استاذ. استاذ بس السلام عليكم. احنا مطالبنا معروفه، احنا نطالب اسوه بقراننا، وبعدين التفضيل بين البشر حرام والحاد. احنا اداريين وحقنا مغبون يعني من 20 سنة. نطالب اول مره تخصيصات عادله اسوه لباقراننا، ونطالب دار حقوق المشروعه لهاي الفئه المظلومه، وهذا القليل من بحر. احنا اليوم ترى ما جينا كليتنا، اللي اجى هذا عدد قليل، ما حابين يصير تلكب العمل بالمستشفيات. هذا هاي رساله انذار. مرت الثانيه يصير ترى عصيان كامل، لان حقوقنا مغمونه. والسلام عليكم. طيب استاذ، من يقف وراء يعني سلب حق الموظف، انتهاك ابسط حقوقاته؟ هو هذا الشيء المبهم. يعني انا خدمت بالمستشفى 25 سنة، وهذا الغبن مراود هاي الفتره من ذاك الوقت لهذا الوقت. يعني ما عندنا انسان متنفذ حتى يداعب حقوقنا، ما عندنا جهه معينه اللي تصدر الموضوع وطالب بحقه. لهذا احنا نداعب كل هذا على مستوى مجلس النواب، رئاسة الوزراء، ان تكون هناك نقابه للاداريين تتبنى قضيتهم ومشاكلهم اللي تقع على عاتقهم، واعتبارا من اليوم. ما الحل اذا لم تسمع الحكومه مطالبها؟ اعتقد اكو ناس، يعني احنا اول ما كان مطالبتنا بالحقوق هذه تكفل بها نائب سيد جواد الموسوي، وهو احنا هذا مرفوع عن الشبهات وانسان خالص. لهذا يعني مجلس النواب ورئاسة الوزراء ما اظن يعني تخدم الناس الطيبين والشرفاء اللي داعب حقوق الناس والناس الفقراء خاصة. ممنون قلبي. يلا ابدا. تفضل استاذ، بداية الحديث عن هاي التظاهرات وهاي الوقفة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبحمده تتم الصالحات، وأفضل الصلاة والسلام على أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نناشد السيد وزير الصحة الدكتور علاء برفع الحيف والظلم عن المنتسبين من الإداريين، هدف المظاهرات هو المساواة بين الكوادر الطبية الصحية، ونناشد مناشدة لأبونا الدكتور علاء برفع هذا الحيف والظلم والمساواة حالنا وحال الكوادر الطبية، بغض النظر مع من يقف ضد أو مع. إذا كنا ناس مظلومين فنناشد السيد رئيس وزير الصحة برفع الحيف والظلم عنا. على الرغم من مظلوميتنا ناشد أبونا الدكتور علاء برفع الظلم والحيف، ونطالب بالمساواة. المساواة المساواة. طيب ما الحل إذا يعني الحكومة لم تسمع؟ نعم. شو الإجراء اللي راح تتخذه الحكومة لم تسمع؟ هذه تستمر هاي التظاهرات؟ نعم نعم، إن شاء الله مستمرة، ولكل حادث حديث. إن شاء الله مستمرين، وبوجود أخواننا الطيبين إن شاء الله مستمرين، وإن شاء الله ينظر لنا نظرة الأب الحنون بالمساواة، ونريد المساواة. والله ما نطالب إلا في حقوقنا، نحن أصحاب الخدمة الطويلة، نحن أصحاب الخدمة الطويلة في وزارة الصحة، في وزارة الصحة لحد الآن نعاني من أزمة السكن. أزمة السكن قاسية عندنا، قاعدين في أماكن أشكال يعني صعب العيش بها. فالنظر في توزيع قطع الأراضي لأصحاب الخدمة الطويلة، أصحاب العوائل، ونطالب بمخصصات البدل العدوى. نحن معرضين في أي لحظة في أي فيروس، في أي فيروس نصاب به، والنتيجة ما نعرف شو. إحنا من خلال هذه الحرية التي دفعنا لها ثمن أرواح أبنائنا، دفعنا لها ثمن أرواح أبنائنا، حصلنا على هذا المجال أن نعبر عن آرائنا. نحن لا نطالب أكثر من حقوقنا، ما نطالب أكثر من حقوقنا، نريد مخصصاتنا، نريد مساواتنا، نريد حقوقنا، نريد احترامنا كموظفين.
هذا ولكم منا جزيل الشكر والامتنان. لا محاربين لا مقاتلين لا من أصحاب الفوضى، وإنما نحن كبار، نحن كبار سن أو شكنا على التقاعد، نطالب بتوزيع أراضي وتعديل مخصصاتنا. نسألكم بالله ونناشد كل ضمير حي. هي احنا دا نطالب بحق من حقوقنا، يعني دا نطالب بس بتعديل المخصصات مالتنا اللي هي تصير اسوتنا بالباقي الموظفين اللي الموجودين بالوزاره اللي هم الاطباء والكوادر المهنيه ذوي المهن الصحيه، نصير يعني نساويهم، لانه احنا هنا الاداريين شغلنا هوايه ودوام من 8 يبدي الدوام مالتنا من 8 لحد الساعه 2:30. زين تقريبا هاي 7 ساعات. هسه حاليا راتبنا صار دون مستوى المعيشه بالعراق، لان الراتب مالتنا اقل رواتب موجوده بالدوله. زين لما تجي وتحكي تقول لا انت لما تجي وتحكي يقول لك لا احنا هنا هاي الوزاره وزاره اطباء، اول كلمه يقولون لنا اياها ما تقدر تحكي اي كلمه وياهم وزاره اطباء. ليش؟ لانه الطبيب تعب على نفسه ودرس وانتم موظفين عاديين، هاي اول كلمه لهم. زين الاداري هسه الوزاره تمشي بدون اداريين؟ ما تقدر تمشي بدون اداريين. هسه الاداريين اذا تركوا العمل بكل المؤسسات اللي احنا تقريبا 62 مؤسسه، اذا تركوا العمل بكل المؤسسات الصحيه راح تمشي الوزاره بالاطباء؟ ما راح تمشي الوزاره. زين الطبيب لما يروح مراجع الى بالمستشفى دا يستقبله باسلوب حلو؟ لا ما دا يستقبله باسلوب حلو، دا يحكي من ورا خشمه اني طبيب واني تعبان على نفسي. زين احنا ليش راتبنا دا يصير اقل من راتبهم؟ زين اضافه الى انه احنا كقانونيين حتى عدم مزاوله مهنه ما موجوده عندنا، احنا كقانونيين هنا عدم مزاوله مهنه ما موجوده لهم. زين هم الاطباء عندهم عدم مزاوله مهنه، الصبح ما يشتغلون بالعيادات مالتهم وبالمستشفيات، اطباء عندهم عدم مزاوله مهنه. احنا هذا اللي نقدر نطالب به. هاي احنا تبقى اذا اكو فساد يعني هم يوم كل مؤسسه برئيسها بمدير. زين مدير المؤسسه يقدر يسيطر على المؤسسه مالته، حتى اذا سيطر عليها ما راح يكون اكو فساد مالي. زين فما تقدر تقول اكو فساد مالي او ماكو فساد مالي، لان كل مؤسسه برئيسها. ان شاء الله نستمر بالاعتصام مالتنا، احنا ما مسوين اي شيء غلط ولا مسوين شيء ضد القانون، مسوين مطالبه احنا نريد المخصصات مالتنا تتعادل. ما طالبين 100% ولا طالبين 200% ولا طالبين عدم مزاوله مثلهم، طالبين مخصصاتنا تكون 75%. ملايين يعني اسوأ بالشغل اللي دا نشتغله. المراجع دا يجينا من الصبح لحد الساعه 2:30 احنا نشتغل. زين هذا كله يعني يا دوب راتبنا ما دا يكفي للشغل اللي احنا نشتغله اصلا. من تطلع راتبك دون مستوى المعيشه، اغلب الموظفين هنا قاعدين اجارات. زين ما عندهم ينتظرون، ما عندهم حتى يدفعون اجاراتهم، يعني لان الوزاره تتاخر بالرواتب مالتنا مرات. زين هسه هل اكو اجار مال بيت او اقل شيء اقل من 500؟ زين هو اذا موظف عندنا راتب اقل من 300 و250، وين مستوى المعيشه؟ عفك من باقي الشغلات، باقي الشغلات كلها صارت غاليه. احنا من ضمن مطالبنا مطالبات رفع الغبن، رفع التسكين، مساواه خطورتنا ويا خطوره المهن الصحيه اللي هو شاركنا عمله كاداري واني كاداريه، لكن خطورته تفرق عن خطورتي، السبب ما نعرفه شنو هو. 50% اني 30%، رغم انه اثنيناتنا دنزاول نفس العمل الاداري، الصيدلي ديزاول عمل اداري، الطبيب ديزاول عمل اداري. ويا هذا لما نراجع المؤسسات الصحيه، من نراجع المؤسسات الصحية الكوادر الطبية والمهن الصحية يطبون مجانا، يراجعون مجانا، الإداري يدفع تكاليف مشروع التمويل الصحي، يدفع فلوس يقص باص، فلوس العلاج، فلوس أشعة، فلوس سونار، حال المواطن العادي. لعد هو شكو يداوم بوزارة الصحة؟ على شنو يداوم بوزارة الصحة إذا هو يراجع المؤسسات ويأخذون من عنده إجور علاجه؟ هو مو موظف ينتبه بوزارة الصحة؟ فاحنا نطالب رفع الغبن، رفع التسكين، مساواة حقوقنا مع حقوق الآخرين من المهن. بالنسبة للوزارة هذا قانون من زمان، أنه الإداري بوزارة الصحة أقل من المهن البقية، هذا يعني معروف، هذا من زمان مو هسه صار، مو هسه. الطبيب المهن هو رقم واحد بالوزارة، الإداري إلى الرقم الأدنى دائما آخر القائمة. يعني احنا الاداري كل نسمة اي نستمر لحين مساواتنا ومساواة حقوقنا مع الاخرين. كافي سكوت، كافي سكوت. الاداري هو اللي يحرك الوزارة، الاداري هو اللي صار لنا ساكتين سنوات، صار لنا ساكتين سنوات. حتى بتقديم الدراسات العليا الافضلية تصير للطبيب وللصيدلي
وللمهن، واحنا الاداريين عود يوافقونا او لا. حتى بالدورات الاداريين مغبونين بيها، بالافادات الاداريين مغبونين بيها، كل شيء. رغم انه الاداره جرد اي مؤسسه من الاداره يتوقف عمل الاداره. ما يقدر طبيب جراح يجي يمشي او طبيب اختصاصي يجي يمشي المؤسسه الا الاداري. احنا مطالبنا اكثر من 7 سنوات، احنا الكوادر المظلومه، احنا مطالبنا مظلومين. احنا اكثر من ضمنهم نادت بنا المرجعيه العليا الرشيده وطالبوا بنا، واحنا هواي، وكل ما هذا يقولون تقشف وبحجه تقشف. احنا هسه الان ما طالبين شيء، احنا طالبين 75% اسوه باقرارنا بالممرضين وبالكوادر الطبيه والاخرى. احنا جاي نخالط المريض وجاي نخالطه، واحنا يعني هواي شغلات علينا. فاحنا نرجو من سياده الرئيس الوزراء، احنا نريد عطف الابو، واحنا لحد الان الشريحه ما مذكوره وما منصوفه، يعني احنا مو موظفين، يعني كلها نصبوها حكوا بالكوادر المؤسسات التمريضيه وبقت والصحيه والمهن الصحيه وكلها طالبوا بها، وبقت احنا الاداريين. زين احنا لولانا احنا تمشي الاداره، احنا الاداره مطلوبين، احنا من ضمننا كاتب تذاكر وكل شيء يعني، واستعلامات وصيانه واطباء، يعني هواي شغلات. فاحنا نطلبك يا رئيس الوزراء، نطالبك بانصافنا، اذا ما تنصفنا يا رئيس الوزراء اريد عطفك الابوي. اذا ما تجيبنا بالطاري احنا اليوم امام الوزير، والوزير لحد الان ما جايبنا بالطاري، ما معتبرين عليه، ما عبالك محسوبين عليه. احنا اليوم عبالك احنا ما محسوبين على الوزاره، احنا ادارين مؤسسات صحيه. يا رئيس الوزراء نطالبك، اذا ماكو احنا ضربنا مستمر لحين تنفيذ مطالبنا، احنا اضرابنا مستمر. احنا نقول لك اليوم هنا باشر بالتحرير، ورا التحرير نسويها بدوارنا. احنا اضرابنا معلن، اذا ما تنصفونا حالنا حال الكوادر الطبيه، اذا ما تنصفونا احنا نقول لك يا رئيس الوزراء، نوجه لك رساله منا، احنا مستمرين لا نمل ولا نشيل، اذا ما تنصفنا حالنا حال الموظفين. مطالبنا كل السهله، احنا نريد اسوه باقراننا. الاداري يتعب، الاداري عندك اداري هوايه بصادر وارد استعلامات، احنا نحكي على الكل، الاداري يريد حقه، احنا ما طالبين اكثر من حقنا. شنو ذنبنا احنا بين الكادر التمريضي؟ اني نحكي وياك موظف احصاء مشتغل ار سي يو سي سي يو جي اي تي، التماسي بالمريض اكثر من الطبيب، التماسي بالمريض اكثر من ابو المختبر. شنو ذنبي؟ عنده بكالوريوس، عندي بكالوريوس، شنو اني اريد حقي؟ انا اشد الدكتور وزير الصحه اللي هو يقول اني ابو الكل. فاحنا اليوم يا دكتورنا يا استاذنا يا عزيزنا، احنا ابنائك، نريد حقنا. تخاطب ان رئاسه الوزراء بين هاي الناس كلها، هي تريد حقها، لا تريد تاخذ اقل ولا تريد تاخذ ادنى، تريد حقها. الاداري يتعب، الاداري يبقى خفر، الاداري متحمل مسؤوليه. صدق الاداري اذا غلط بكتاب تقوم القيامه. اكو بعض من الشغلات اللي لازم يعلمها الوزير، ويعلمها هو الوزير، ان الاداري اكو قانون رقم 8 لسنه 2015، ممنوع كل طبيب اداري، ممنوع كل طبيب معاون طبيب مختبر يشتغل اداري. وانت كل الدوائر اطباء اسنان مختبرات معاونين اطباء، انت معاون طبيب، شنو شغلك اداري؟ انت سعفتك لخدمه المريض. احنا منزوعه حقوق الاستاذ، كلها منزوعه حقوق. منو السبب؟ منو سبب؟ ماكو عداله. وزاره الصحه فقط للاطباء حصرا. اني اكو طبيب تجاوز علي، طبيب خارج موضوع المظاهره، اكو طبيب تجاوز علي، قدمت عليه شكوى، قال لي ابو التفتيش بابا هذا طبيب عنده بكالوريوس، اني حاصل على شهاده الماجستير من الاعلى طبعا، ها خدمتي بقد عمر الطبيب اللي تجاوز علي. انا خدمتي 21 سنه وهو خدمته 6 سنوات. عداله ماكو. انا حق لي، ليش كل العالم، كل العالم بنقابه؟ ليش انا نقابتي معدومه؟ نقابتي ما عندي نقابه، يعني نصور انا ابو نقابه، يعني ادعو اعضاء النقابه بيتي. ليش؟ قانون 62 سنه 1055 يقول لك كل النقابات دوليه، كل النقابات لها مكان، كل النقابات لها كل مواطن لها هويه نقابه تحميه. ليش الاداري؟ شنو ذنبه صار اداري؟ هذا الذنب اللي ارتكبه. عندك
موظفين الاستعلامات ايش قد تهدده وايش قد انقتله الاداري. شنو الراتب 250؟ انت يا دكتورنا يا رئيس الوزراء خلي نحكي مع المكشوف، يعني موظف راتبه اقسم بكل ديانه انت تؤمن بيها اكو راتب 250 واقل راتب بوزاره الصحه واقل راتب بوزاره. زين كل هذا ما يخالف، اني شنو فرقي عن الطب العدلي؟ ليش اني موظف وبالطب العدلي موظف؟ ليش اعطيته 200% وانا اعطيتني 30%؟ شنو فرقي عن موظف التفتيش؟ ماكو اي فرق. اللي نطالبه منك دكتور وزير الصحه اللي احنا ابنائك، وانت اكثر من مؤتمر صحفي تقول موظفين وزاره الصحه هم ابنائي، فاحنا نطالب بك بحكم الابوه بان ان ترفع كتاب ان حقوقنا. ترى صدق دكتور هاي الناس اللي جايه هي طالبه بحقها فقط، ما عندنا اي شيء، لا نريد نصير اعلى ولا نريد نصير يعني ذات مستويات، اسوه بي بي بالاداري، اسوه بالتمريضي، اسوه بالطبيب. انا ما اقول لك السيد الوزير، انا اللي اعرفه عن السيد الوزير هو انسان يعني يحب الخير للموظفين امانه الله، يعني دا اقولها مو قصه الاعلام، اي رجل يعني متفهم، يعني الوزير كلش متفهم. فاحنا نبلغ الحكومه اليوم وقفتنا يعني راح تبقى امام مبنى وزاره الصحه، تبقى هاي الوقفه وما نمشي ابد ولا معامله، نبقى محتاجين تستمر اكثر من شهرين. شفتوا بالاونه الاخيره احتجاجات المهن الصحيه والاطباء بخصوص زياده الخطوره، بخصوص تشريع قوانين حمايه المهن الصحيه، وبالاصل هو اكو قانون حمايه الاطباء. احنا وزاره الصحه حاليا هنالك تمييز وظيفي بين جميع العناوين، الطبيب ياخذ مخصصات خطوره 100%، والمهن الصحيه ياخذون مخصصات خطوره 50%، اما الاداري مخصصات خطوره 30%. تمييز واضح بين هذه الشرائح، ليش هذا التمييز؟ فاليوم الوقفه الاحتجاجيه بخصوص زياده المخصصات الخطوره للاداريين اسوه باقرانهم في وزاره الصحه من مهن صحيه ومن اطباء، لكون الوزاره شريحة واحدة، لا يوجد تمييز بين مهن صحية أو أطباء أو إداريين. لذلك اليوم نحن هنا نطالب بزيادة المخصصات 75% وبرفع التسكين وبتشريع قانون الخدمة الصحية، قانون الخدمة الصحية الذي يضمن لهذه العناوين الكثير من الأمور المجزية بحقهم. نحن كحقوقيين من ضمن الإداريين في وزارة الصحة نملك مخصصات خطورة 30%، بينما أقراننا بغير وزارات وفقا لكتب مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة المالية كحقوقيين يستحقون نسبة خطورة 200%، 30% محصلين من هاي 200% فقط مخصصات إداريين، مخصصات مهنية. احنا كحقوقيين لنا حق نمارس مهنتنا المحاماة كالمهندسين والأطباء والتمريض والصيادلة، لكن احنا للأسف ممنوع علينا ممارسة هذه المهنة لأن يعتبروها جمع بين وظيفتين. ليش جمع بين وظيفتين بينما الأطباء والبقية العناوين يقدرون يمارسون هذه المهنة؟ فهنالك تمييز واضح بين هذه العناوين. نطالب مجلس الوزراء والسيد عادل عبد المهدي أن يقف معنا بخصوص هذه المطالب كونها مطالب مشروعة، فاليوم هي مظاهرة سلمية، وغدا سوف تقام احتجاجات أقوى، وبعدها سوف تقام اعتصامات، والاعتصامات كلنا نعرف شنو مساوئ الاعتصامات، المؤسسات الصحية كلها توقف إذا انسحب القانوني، وإذا انسحب سائق الإسعاف، وإذا انسحب الإداري، المؤسسة توقف، يستمر شغل المهن الصحية والأطباء، لكن من اللي يمشي الرواتب؟ من يمشي العقود؟ من اللي يسير الحالات الطارئة من سواق الإسعاف؟ يعني نتمنى من مجلس الوزراء أن
يسارع بحل هذه الأزمة لكونها أزمة بسيطة. فهنالك على لسان السيد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مليارات الدولارات هنالك فائض في الميزانية. فاللي نتمناه أنه الحل السريع حتى لا تصير أزمة أقوى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هاي الوقفة الاحتياجية على مطالبة زيادة الخطورة الذي تشمل الإداريين وتشمل الحقوقيين. إنما الحقوقيين يطالبون بزيادة الخطورة كونهم يطلعون واجبات محاكم ومراكز ويتعرضون إلى أكثر خطورة من ناحية المراجعين، من ناحية الواجبات التي طلعوها. ونطالب إحنا الحقوقيين دا صاحب غادر الصافة بزيادة عدم مزاولة المهنة، كون إحنا ما نستلم خطورة مزاولة المهنة. كنا يعني موظفين دا صاحب غادر الصافة معتمدين بس على الخطورة اللي هي 30%، و 30% يعني غير كافية للراتب. كان الموظف يعمل بواجبات وشغل إضافة إلى دا صاحب غادر الصافة. فهاي وقت الاحتجاجية نطالب بها بزيادة الراتب وزيادة الخطورة. والله يا ابني ما عندنا كل شيء، مظاهرة سلمية، رايدين حقوقنا، غير حقوقنا ما نريد. فلوسنا يما خليطينا اياها، حالنا حال العالم، اسوة بالمهن الصحية. انا حرمة، رجلي متوفي، عندي 4 ايتام، راتبي 380 المن اطيها. لا عندي اهل يطوني، لا عندي اخو يطيني، خلي يعطيني بس المخصصات. إداريين النهار كله نشتغل، أطلع من بيتي من حي جاي 6:30، أوصل هنا يعني ب7:30، أرجع للبيت 4:30. شنو وين تعب؟ وين غير أشوف تعبي؟ ليش الطبيب أحسن مني؟ ليش أنا ما 15 سنة خدمة بالرصافة أشتغل وأوصل بسوي عملية تبديل مفصل 8 ملايين أخذوا مني؟ وين الوزير؟ لا جايز، لا مكافآت، لا فتشي، ريت فتشي ريحنا. هو ما مرتاح؟ اريد اوصل صوتي اليه. ما لو عنده ايتام ما يحط ايده عليهم؟ خلي يزيدنا حتى لو 20% مو 30، خلي يزيدنا. حالنا حال العالم، حاله هو. خلي يساوينا. التقنيه الحرفيه الفنيه كل اذا لم تستجب الحكومه لمطالبكم هل راح تستجب؟ والله يابا، والله يابا، انا يوميه قعدت له بالباب. انا ما ادري هم يوقفون ولا لا. أنا ما أجوز من أهلي أسوي راتبي، يومي يلقاني بالباب، يومي أقعد الصبح بالباب. غير هذا الشيء ما أقول، يحقق لي مطالبة أنا وأقمعه، ما يحقق لي والله ما أطلع أجيب جهالي وأنا من بيته، وعند البيته، وخلي أوصل صوتي. 380 بحلق من أحطها، 4 أيتام، يوم إذا ما أجيب الخط أدفع 4000، خلي يجي هو يعطيني إياها، يلا خلي يزورنا. هاي دارة مالتنا، ليش ما يجينا؟ ليش ما يجينا؟ وزيرنا ليش ما نشوفه؟ احنا ما شايفين. انا 15 سنة صار ما شايفه وزير. نايم ويحطوا له سيارات مظللة، وأنا ماكله الحصن. بيتي بحي جاد يم المطار. وأداوم بالرصافة. يعجبه هذا الشيء؟ يقبله مروته مروه مروه. نريد مروته. والله يا أخي احنا نريد حقنا. خلي يسوونا بالعدل، حالنا الاطباء، حالنا المرضين، حالنا من الصحيه. هاي راتبي 600، راتبي 600، حالي حال امهاي، وقاعد اجار 400 جاري، وادفع 65، تكفي 600، يقبلها الوزير على 600، يقبلها على جهاله، على قرايبه، على عمامه. يا اخي ما اخي تعبنا كاظم، اخي كاظم، عمي كاظم، والله عمي تعبنا، يساعدوا عمي، خط العرفة قاعده خطيه، تاكل عرف تشرب، تاكل شويه، يساعدونا بالرواتب، مخططات، بالزياده. ميسر الشامل عمي، انا 17 سنه صبر الرصافه، زياده ما طالع وزير، والله العظيم، انت ما ادري والله شفت الوزراني والوزراء كلهم. ميسر يا اخي خلي عداله حلوه لشعب المواطنين، المواطنين عداله حلوه يا اخي المواطنين، ناس تعبانه، ناس خطيه قاعده ايجار، ناس ما عندها تاكل، ها خطيه ابو ريتيم عندها 4 ايتام، ميسر يا اخي ساعدونا، لا الله يقبلها والله محمد يقبلها. بالنسبه اللي رايدينها الزياده، ايش قد رايدين الزياده؟ عمي حالنا حال حال الطباء، من الصحية 100% خلي يعطونا عمي، 100% 80%، ما يخاف يا أخي، أنا داري تعبان، والله داري تعبان أنا، عمي داري تعبان والله العظيم. طبيب ايش قد يستلم؟ والله ما قلت 100% طيب، 100% عمي ما نريد احنا 80% 50%، عمي خلي يعطونا، ما يخاف عمي قابلين، بس نقول صبر راتبنا يا أخي، أهلنا تعبنا أخويا، والله عمي تعبنا، كيف تعبونهم؟ يعني
انا جاي كبير قاعد اجار 400 رقم محمد هاي موظف عامل العراق بخير ابو النفط ابو البترول ابو الحديد ابو كل العراق يعني ما يا اخوان يا اخي تعبنا انا تسجل الحكومه لي مطالبكم استمر هذه الوقفه اي طبعا مثلا كاره لا قبل ما الوضع ما في الوضع اليوم ها طب العدي يا اخو 200% 200 اخو اطب العدي يا اخو 200% اخو بيطريك يا اخي بس انا حالي الوزير ما نطلع الوزير صرنا حال ما نطلع يا شباب تطلع الا لا بس صرنا حال باقي الباب الوزاره ما حد يطلع الا صرنا حال الوزير ما صرنا باب الوزاره نريد حكمه نريد حكمه كامي يا اخي كامي تعبنا والله يا اخي تعبنا احنا مطالبنا كلها مشروعه وحق مشروع المفروض يعني الدولة هي تفكر بينا مو احنا نطالب احنا تعبنا من المطالبة المفروض الدولة هي تفكر بينا هي تعرف حقوقنا اكثر من تفكر بينا اكثر مما احنا نسعى ونتأذى احنا خريجين اداريين من مختلف المراحل حتى اللي ما عنده شهادة اللي هو اداري معيني على الاداريين منظف الخدمة اقل واحد وابسط واحد هو هذا دا يتعامل ويا النفايات الطبية اللي بصورة مباشرة ودا يتأذى ودا يتعرض للخطورة زين أنا كإدارية بكالوريوس إدارة أعمال متعرضة أيضا للخطورة من خلال عملي كإدارية دا أتعامل ويا المرضى من بداية الاستعلامات وحتى خروج المريض بكل أنواع المرض مالته أنواع أشكال وصلت لبيتي أمراض رغم أنه أنا إدارية بس وصلت لبيتي فعلا أمراض جدري مائي أنواع الإنفلونزا أشكال والوان حساسية دا أنقل لعائلتي بمعنى أنا دا أختلط ويا المرضى بهالحالة أنتوا ليش تعاملونا معاملة أنه إحنا بعيدين عن المرضى هاي أولاً عندك الإدارة الصحية حالهم من حالي دارسين نفس دراستي ما دارسين شيء على الأبرة وعلى الطبيات أبد كلها شغلهم إداريين ليش تعاملوهم معاملة تختلف عني دا تطوهم خطورة ودا تحاسبوهم كوادر صحية لأن مكتوب أنه هو إدارة صحية ليش يعني كلمة صحية أنا هم موظفة صحية عاملني أنا موظفة صحية هو خريج إدارة صحية أنا موظفة صحية فإذا كنا منتمين لنفس البيت ونفس العائلة زين ليش تعاملوا غير معاملة يعني زين ما تحس إنه هذا الشيء راح يأثر على العمل على سير العمل راح تأثر على يعني وضعية الدائرة نفسها إحنا نريد نسوي إدارة جودة دا نفكر برامج قوية بالدائرة اللي واصلين مرحلة إدارة الجودة إنه شلون ننشط الموظف شلون نفعل عمله داخل المؤسسات أنتم بهاي الخلل البسيط اللي تسوونه بنظركم بسيط إحنا لا مو بسيط هذا جهاننا هذا مستقبلنا هذا حياتنا إحنا بصورة عامة بهذا البلد يعني بشكل عام إحنا متعب بالكهرباء بالخدمات متعب فأنتم دا تطلون نحمالة على تعبنا الخطورة فشي بسيط يعني بالنسبة لكم أعطونا إياه هذا راح يؤدي إلى سير العمل إدارة جودة لو أنت يا سيد يا وزير يا 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 حامينة يعني إدارة الجودة اللي تركزون عليها تركيز قوي أعلى برنامج أقوى برنامج طلب من الوزير إدارة جودة نفذوه بالموظف الموظف إذا يحس نفسه مغبون وما ماخذ حقه شلون راح يشتغل يعني ما حد صحة أنا بكالوريوس إدارة تطوها على من عندي مخاوف خطورة ليش منظف الخدمة هذا دا يتعامل ويا النفايات حاسبي على الإداريين مدى تطو خطورة ليش رتبه ما يتعدى 350 سيارة إسعاف محمل نفسه خطورة ودا يتعامل ويا المريض مباشرة مدى تطو خطورة ليش فهمونا زين أوكي لا تطونا فهمونا وممكن مختلفين عنهم ما بيش احنا هم تعبانين وهم دي نختم بالمراكز الصحية ودي نقعد الصباح ودي ملتزمين بالدوام ويعني ما دا اعرف ليش خلي فهمونا وبعدين احرمونا لخططونا اقلها ان طالبكم افهمونا شنو السبب التميز هو دا يداوم حالة حالنا من 8:30 لثلاثة شنو الاختلاف احنا دا نطلع مثلا من وقت اعطونا زين مميزات اخرى طلعونا من وقت طب خلوهم هم يشتغلون احنا الاداريين طلعونا بفترة 12 واعطوهم بالعافية عليهم احنا طلعونا بالوحدة انتوا تعاملونا معاملة احنا مو رجل ميكانيكي احنا دم ولحم عندنا مشاعر ودنا ننقهر زملائنا كنا على نفس العمل على نفس الديزاين
يستلمون اعلى من عندي، ليش؟ مع قهر يعني انا؟ وقفتنا سلمية، وقفتنا سلمية، كل ما اريده انه احنا موظفين ولد هاي الوزارة نريد حقوقنا، حالنا حال الباقين. يعني هاي الوزارة بعظمتها متأسست من سنة 1920 اليوم، شريحتين المستفادة، الأطباء والكادر التمريضي، 100% الأطباء عندهم الكادر التمريضي 50%، عندك الحرفي، عندك المدقق، عندك المحاسب، عندك السائق، عندك الإداري، القانوني، كلهم ذول مغبونين، يشغلون نفس الشغل الصحيين ويتماسوا المريض. زين ليش احنا ما عندنا خطورة؟ حتى الأطباء بنفس الوقت مو بس خطورة، لا خطورة وما حد يحكي وياهم. شلون الضابط الزمان صدام ما حد يحكي وياه؟ بنفس الحالة الأطباء ما حد يحكي وياهم، شايلين خشم وزارة مالتهم. زين ليش بس الإدارة مغبون؟ ليش واحد خلي يجاوبنا؟ ليش؟ زين احنا ويتماسوا يا المريض، تماسوا يا المريض، كل شغل الإدارة يجيك مريض، باصات كذا، زين وصف الوظيفي ما حد يعمل بيه. أطباء يشتغلون بالإدارة وأنا وياهم نفس الخطورة، ليش؟ أطباء يشتغلون بالإدارة، عندنا أطباء مسؤول برنامج الزهر الصحي مسؤول، ليش؟ زين خلي طلعون يشتغلون شغلهم وإحنا نشتغل، يعني يشتغلون شغلنا ويأخذون نفس الخطورة، على أساس؟ ليش هذا الظلم؟ ليش طلعونا نقلونا غير وزارة للنقل؟ أبسط عقد هسه بوزارة الكهرباء يستلم 750، عندي شهادة بكالوريوس سنة راتب 470، ليش؟ احتساب الشهادة ينام سنين. يلا هذا كل نريده احنا ينظرنا بالعين الأبوية والعطف لا أكثر، وهاي مطالبنا وإحنا سلمية وباقين هنا الحال ما تتحقق المطالب. نطالب رفع المخصصات جميع الموظفين المظلومين، مظلومين العاملين بالصحة، التقني والحرفي جميع هسه إذا الإداريين يوخرون من الصحة يقدرون الأطباء إن يديروها؟ ما يقدرون، لأن هم شايلين الصحة كلها. فإحنا نطالب بحقوقنا، لا أريد زايد ولا أريدنا، نطالب بحقوقنا، مجرد نطالب بحقوقنا. جايين هنا إحنا مظاهرات مجرد نطالب بحقوقنا الشخصية، حقوق اللي جاي نعمل بيها، نطالب حقوقنا، احنا مجرد نطالب حقوقنا، حقوقنا المظلومين. ليش احنا ناخذ 30% والبقية ياخذ 100% و70% و50% 200% واحنا 30% و20%؟ يعني هذا حقنا وهذا حقنا؟ نطالب بالوزارة للوزارة، نريد الوزير نوافق حقوقنا الشخصية، ريد التقني والحرفي والفني كل المعاملين بالصحه، لان هم شايلين الصحه كلها. تستمر هذه المظاهرات الى ان يوافق الوزير على مطالبنا الشخصيه، حقوقنا اللي نطالب بها. اولا احنا مظاهره سلميه، يعني احنا ما لا نطالب بشغب ولا باي شيء، بس مظاهره سلميه انه يباعون حقوقنا، يساوون حالنا حال الكوادر الصحيه الباقيه، المهن الصحيه مخصصاتها اعلى من مخصصاتنا، نباوع للكوادر الطبيه اعلى من مخصصاتنا، احنا كاداريين اصلا احنا عملنا يمكن اذا تساوي بقيه الكوادر الاخرى احنا اكثر من يومهم بدنا نشتغل، بس لحد الان احنا باقين على 30%، ليش؟ كل المخصصات دا يرفعوها، زين ولحد الان احنا زين احنا صارنا ساعتين هنا دا نطالب انه نشوف الوزير، ما حد طلعنا ولا اصلا اي تقدير من اي احد من داخل الوزاره دا يقول اكو موظفين مواطنين واقفين برا، المفروض يكون لنا احترام اكثر من هيجي، زين لحد الان ما حد قدر هالوقفه هاي وطلع حد، احنا ما رايدين منهم شيء، بس مجرد يباعون، والمفروض احنا نساوي اسوة البنكات الثانيه، نستمر بالمظاهرات لحد ما يستجابون لمطالبنا، ليش ما يستجابون؟ وقفتنا وقفه سلميه، مظاهراتنا سلميه، واحنا ما مطالبين غير حقوق مشروعه، ما عندنا حقوق غير مشروعه. اولا احنا وزاره الصحه ما عندنا تامين صحي، التامين الصحي مطبق بوزاره الداخليه ما يطبق بوزاره الصحه. اثنين مخصصات الخطوره بالنسبه للاداري، الاداري دا يبصم ودا يداوم حال المهن الصحيه والمهن الطبيه، لحد الان اي شيء ما له الاداري بوزاره الصحه، اي امتياز اي شيء ما له، ليش؟ مو اسوتهم اقرانه لو لا هو دا يداوم، اكو بقيه الوزارات دا تستلم مخصصات 200% ودا تستلم 100%، زين قطع الاراضي لحد الان وزاره الصحه كل شيء ماكو،
يعني لحد الان ليش احنا هذا اللي نريده؟ هذا مطالبنا مشروعه. لحد الان احنا نريد استجابه، ماكو استجابه، نريد وقفه. ليش؟ احنا موظفين حالنا حالهم. احنا هاي وقفتنا، هاي وقفتنا، هي مطلب، هي هاي قبلها اكو مطالب، اكو من قبل النقابه، اكو هواي مطالب، ولحد الان اي استجابه ماكو. احنا ما نريد غير هذا يستجيب لنا لهاي الامور مال المخصصات ومال رفع التسكين. اسوة باقران اللي يجي هو، اللي يجي هو، بعد هاي الاجابه اللي يجي هو، 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 اللي يجي هو. نعم، نحن المتظاهرين منذ الساعة 10 صباحا أمام مبنى وزارة الصحة. مطالبنا واضحة وصريحة، نريد نوصلها بيد السيد الوزير حصرا. المشرفين على حماية الوزارة أذنوا لنا بالدخول، محملين مطالب الجمهور اللي هو يطالب مطالب محدودة، ماكو مجال للإفصاح عنها حاليا. دخلنا على أساس نقابل السيد الوزير، السيد الوزير مشغول في مؤتمر، فحال أمرنا إلى السيد معاون السيد مدير عام دائرة الإدارية والمالية والقانونية. إحنا بصفتنا ممثلين على عن الإداريين العاملين في وزارة الصحة، اللجنة النقابية الإدارية للمؤسسات الصحية، محملين أمانة في أعناقنا، إما أن نقابل الوزير أو ننسحب. ونزولا عند مطالب الجمهور انسحبنا، لأن الوزير في الوقت الحاضر نقول مشغول، فنقول ليبت الله إن شاء الله يفك الشغل اللي عنده ويصير له مجال يقابلنا، لان احنا هم ولده. المهنه الصحيه يعني قابلها، الطبيه قابلها. لاحظ التمييز، لما نقول التمييز الوظيفي، التمييز حتى في المقابلات، الاداري والحرفي والمهن الاخرى الاداريه والمنظفين الخدمه اللي كانوا. نحن مطلبنا واضح وصريح، ونريد نسلمه بيد السيد الوزير، لان هو خلي يكون ممثل عنه.